بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كسود وهذا ساج الشو وحديث كي سقالات إيو مالنتي سقالات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. نبي صلى الله عليه وسلم وحا لغورنا إنو يري الساعي على الأرملة متك أسعده أو أتاغن إنو أقرقارو حبيني إذا قربتا أما هلا قدنتو أما هلا فرو حبيني إذا ننكو أتاغن إنو أقرقارو أو عابيو إيا والمسكيني مسكينك لبضو ذا قفكو أتاغن عاوينتو ذا إيا قرب استاقو ذا أجرك أوليه وحو لمديه كالمجاهد في سبيل الله مت وددي إله سبحانه وتعالى كدك علم أو كدنت إلهي درتي كدنت أجرك أوليه أو كلتا أوليه. أما وحويري حدي مجاهد كالوايو وكالصائم وكالقائم الذي لا يفطر مت هبينك يودن أتاق صلاة صلاة آنن كالقونين وكالصائم وكالقائم الذي لا يفطر. أما وحو لم يده مد أجر كيسا وكالصائم الذي لا يفطر مت مالنتيو إذل أو صومن أو صون مالون والبوسومي ننك أجر كيسا أو كلا تأيولي بل واحد في رساء هويني قروبة أو عمال لغد انت أو عرملاء مركاد أقر قاريسيد أجر كإنتا لأق أولي مسكين كسيدو كلاته مركز أجرك أولي مركز وبلشد اللبضة خف أما الددك وحي أغوه سيئان أو أغو تفر تير أما أو قربك أباهن أيكو جران بل أنك مسكينك واعينا أو واعبينا أو وحبانك شيئنا أو إنت عذو نماء هينا أو ميلك اتماد أن لا أقول. إمام الشافعي وحويري يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه مبغوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها. تتكو عريسيهن الباب ذي كصحرتان سببت أقو عريسيهن نمي خانان هل كأن أقر قاري لهن أو أن قرب استاقي لهن المهن وحن كو قوابنا ورياها نقول هبل أوكلا تسيد مسكين وي عملها ونقول مسكين كان وحاويان دتك لوبا هاي إن لقرب استاقو إهل نمئي ولا لما لتسيو يعني وحننا لسيو دينتي نسيدا سينا فريسا دنمادا نسيدا سينا فريسا. جزاكم الله خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.